هون خيام لسوريين، خيام شخصية في الغالب. معنا العم، عرفنا باسمك عم، عرفنا باسمك. لؤي عبد الجبار موسى، محافظة إدلب. من إدلب، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إن شاء الله يعني ألف سلامة عليكم وعلى الأطفال وهي، الجميع بخير إن شاء الله. الحمد لله الجميع بخير. الحمد لله. طيب شو الوضع؟ احكي لنا. والله الوضع مزري مثل ما أنك شايف، هذا الواقع قدامك. يعني في ناس متبرعة مثلا إجت، الحمد لله أغلبها تبرعات شخصية، منظمات دولية ما في نهائية. نحن ما عتبنا على المنظمات الدولية أو على الحكومة التركية لأن الوضع مجري ومأساوي في كل الأماكن، لكن نحن عتبنا على مجلس الائتلاف، على مجلس الائتلاف السوري، عتبنا على المجلس الإسلامي السوري البركين باسطنبول. نحن ما بيهمنا يترحموا على الناس من وراء الشاشات، يترحموا على الناس على الفيسبوك. نحن بدنا شيء على أرض واقع. لحد الآن يعني اليوم صار 15 يوم ما شفنا حدا نهائيا أبدا، لا مساعدات ولا شيء، بس يحكي لي من وراء الشاشة بترحم على الشهداء وبترحم على الشهداء. نحن ما شغلنا بس الله يرحم الجميع ويكون بعون جميع الناس الموجودة، ولكن نحن هدفنا نشوف ناس ملموسة على أرض واقع. ما شفنا حدا نهائيا، ما حدا اجى لعنا. كم شخص انتوا؟ نحن الموجودين كلياتنا بشكل عام السوري، نحن موجودين حوالي 50 شخص تقريبا. 50 شخص بهي المنطقة بس؟ بهي المنطقة بس، ايه. وهون كان في 100 شخص، 200 شخص راحوا من البرد ما في حدا. نعم. ضلوا بيركين 3 ايام. انتوا مجبرين تروحوا على انطاليا؟ مجبرين حصلا على انطاليا، بقيت بانطاليا وبغير انطاليا اذا بتخيل تعتبر من المفقودين. نعم. تفقد حقك بالكملك او بالمساعدات او باي تعويضات باي شيء. طبعا الذهاب لهنيك مكلف. مكلف 20,000 اجار السيارة. بدك تروح انت والاولاد؟ ايه، بدك تاخذ سيارة اجار 20,000، يعني لمستوى اضنى 5,000 ليرة. يا رفيق. سيارة لاضنى 5,000، والعالم 90% من العالم طبعا ما في امكانيات، ما في امكانيات، واغلب العالم اللي طلعت بيوتها تهدمت نهائيا، ما حدا شال شيء. صح. يعني معظم العالم هلا اول نهار جينا لهم معظم العالم طلع بلا تياب نهائيا، نعطيها احرامات، نعطيها تياب منعنا تلبس. نعم. وضع سيء بشكل غريب، يعني حتى ابنا مجلس اسطنبول وين هن؟ نعم. مجلس الاسلامي وين هو؟ ما في حدا نهائيا ابدا. الاوضاع الله يكون بعون العالم، اللي توفى واستشهد الله يرحمه. نعم. والبقيان الله يكون بعونه. هذا الوضع اكثر من هيك ما بحسن بوصف لك. وين انت كاميرتك بتصور وتشوف الواقع؟ هيدي الناس مثل ما لك شايف، يعني سواء سوريين الاتراك كلتنا بلاوة سوا، والمساعدات اللي اجتنا كلها هي مساعدات شخصيه وليست منظمات. أينا. كل المساعدات الشخصيه اللي اجتنا مساعدات شخصيه، ناس متبرعين تبرعوا للعالم. يعني هي الخيام تبع التصيف، هيدي كلها من ناس عاديين، يعني ما هي منظمات. نعم. هي الشوادر انتم ركبتوها؟ هي ركبناها نحن، هي دفنا عند قينا جبناها ركبناها ودفينا دف وشوادر من هون ومن هون ركبناها. التدفئه على الحطب البلاستيك، على حطب بلاستيك شو ما كان، صوبات بس ما في، يعني عم اي نركب صوبه برا بالشارع نفس الشيء. صح. ما في الا هي الخيمة بس من الهلال الاحمر، بس هي اجونا من الهلال الاحمر اعطوناها، ما اعطونا غير بس ناحية الطعام والهي. الحمد لله اقول لك يعني متبرعين شخصية الحمد لله الخير كثير، يعني اعطونا. نعم. اعطونا. اما نحن عتبنا على المنظمات الاساسية، خاصة المنظمات السورية، خاصة المنظمات السورية، الصحافة السورية، ما شفنا حدا. انت اول ناس نشوفك بعد 15، ما شفنا حدا نهائيا. صحيح. يعني ما حدا سأل العالم ايش بدكم، شو ناقصكم، وين انتم، العالم ثلاث ايام بالشوارع تحت المطر، ما شفنا حدا نهائيا ابدا. الحمد لله على السلامة يا رب. الله يسلمك يا رب. ان شاء الله يعني بتوصل رسالتك. الله يخليك، بارك الله فيك.